مطار الشحن الوطني في اختيار مساره السياسي المجتمعي الثقافي. اذا تقدمت الصوت اطرح معنا الواحد منهم. هذا اللقاء مع الأخ المناضل عبد الرحمن المرعب الكتابة الوطنية. وقبل إعطائه الكلمة سيلقي الأخ بن الحسن عبد العزيز عضو الكتابة الإقليمية كلمة الكتابة الإقليمية للحزب، فليتقدم الأخ. مشكور. السلام عليكم أيها السيدات والسادة، حضور الكريم. في البداية أتوجه بالشكر إلى ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية على حضورها، كما أحيي بالخصوص الشباب والشابات الحاضرين معنا في هذا اللقاء التواصلي المفتوح، ونعتبر حضوركم جميعا دعما لمسار التغيير في بلادنا. كما نرحب بالرفيق الأستاذ النقيب عبد الرحمن عمر الكاتب الوطني للحزب على حضوره على الرغم من التزاماته المتعدده. ايها السيدات والساده، باسم الكتابه الاقليميه لحزب الطليعه الديمقراطي الاشتراكي جهه الرباط سلاز المزعير، نعلن عن افتتاح هذا اللقاء مع ساكنه منطقه تفلت المناضله، كما نتمنى ان يعم تفاعل بيننا هذا المساء. يأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التي خلقتها حركة 20 فبراير وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي ساند هذه الحركة منذ انطلاقته بفتح مقراته بفعالياته وتسخير كل إمكانياته له بالطرح إلى جانب القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية المناضلة في بلادنا. قلت لا يمكن إلا أن يكون فيها في الموعد. كما يأتي هذا اللقاء كذلك لتوضيح رؤية الحزب في أهم إشكال واجه المغرب منذ الاستقلال المنقوص، إنه الإشكال الدستوري. وحزب الطليعة الذي يتفاعل مع المستجدات الوطنية والمغاربية والعربية لا بد أن يلتقط هذه اللحظة التاريخية. أيها السيدات والسادة والحضور الكريم، إن انخراط الحزب في هذه الدينامية لا يتناقض مع مبادئه الثابتة وخطه النضالي الديمقراطي وأهدافه الاستراتيجية. فالحزب لم يتخلى عن مبدأ المجلس التأسيسي، لأنه الفصيل الاتحادي الوحيد الذي ما زال متشبثا بهذا المبدأ الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في أوج الصراع مع الحكم في بداية الستينات من القرن الماضي، والذي توج في مقاطعة الدستور المنوح لسنة 1962 تحت شعار الدستور المنوح في السلطنة المنوحة، والذي رفعته حركة 20 فبراير وإن بصيغة أخرى. أيها السيدات والسادة الحضور الكريم، إن التعامل مع لجنة المراجعة أو لجنة المتابعة أو مقاطعتها ليس بمبدأ ثابت، شأنه في ذلك شأن مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها. لذلك كان تعاملنا مع اللجنة أو اللجنتين هو طرح اقتراحات شاملة وعميقة تهدف إلى مراجعة جوهرية يرى الحزب وجوب إدخالها على الدستور في أبوابه المتعلقة بالدباجة وبالمبادئ وباختصاصات السلطة الملكية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بما يتجاوب مع مبدأ الملكية البرلمانية التي أطرت مطالب حركة 20 فبراير. فإذا لوحظ أن مقترحاتنا لا تحظى بالاهتمام الكافي والتجاوب المطلوب الذي يقر ملكية برلمانية حقيقية،
تكون الحكومة منبثقة من البرلمان ومسؤولة أمامه فقط، فسيكون لنا موقف آخر من اللجنة ومن آلياتها، وسنعلن موقفنا بكل شفافية كما أعلنا للعموم عن فحوى اقتراحاتنا دقائق معدودة بعد تسليمها للجنة السيد مانون. انسجاما مع مبادئ الحزب وأهدافه ورصيده النضالي ومع وفائه بتطلعات الجماهير الرامية إلى تحقيق دولة الحق والقانون وبناء المجتمع العدالة والكرامة. لكن ما هي أهم المقترحات التي قدمها حزبنا للجنة المالون؟ أولا ما غاديش نفسر بزاف، غادي نمشي للمناطق يعني الجوهرية. أولا حذف الفصل 19 من الدستور. ثانيا إلغاء مجلس الوزراء مع نقل جميع اختصاصاته إلى مجلس الحكومة. ثالثا إلغاء مجلس المستشارين. رابعا مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحده باعتبارها منبثقة منه. القانون يضمن للقضاة، أو خامسا القانون يضمن للقضاة حرية الرأي وحق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم كما هو جانب العمل في ديمقراطية الحقيقية. سادسا تحرير الإعلام العمومي من القيود المخزنية والوصاية السياسية ليكون في خدمة التنمية. سابعا تغيير شعار الدولة إلى عدالة حرية مساواة. لن أطيل عليكم في التفاصيل لأن الأستاذ عبد الرحمن بن عمر سيتناولها بإسهام من موقعه السياسي والحقوقي والقانوني. فليتفضل الأستاذ. موضوع الدستور إحدى الاهتمام كبير في حزبنا، ليس منذ حركة 20 يناير وليس منذ خطاب 9 مارس من هذه السنة، ولكن كان وما زال إحدى الأهمية الكبيرة منذ الاستقلال. وقد خاض حزبنا الذي هو حزب استمرار للحركة التحرير البشرية، والذي هو مسار انبثق أولا حركة المقاومة ومجلس التحرير كان معزز لها، وتطور في أنه قام بحركة يسارية تقدمية داخل حزب الاستقلال لينبثق عنه بما سمى ذلك باتحاد الوطني للقوى الشعبية، وأثناء الصراع الذي هو ضروري وحتمية تاريخية بالنسبة لكل حزب كانت هناك صعوبات متتالية التي أفرزت اتحاد الوطني للقوى الشعبية وقبله حركة 30 يوليوز ل 92 إلى أن كانت هناك الحركة هي 8 يناير 1983 الذي انبثق عنها إمداد أولا اتحاد الوطني للقوى الشعبية اللجنة الإدارية التي تبرورت فيما يسمى حاليا حزب الطليعة الديمقراطي لا الاشتراكي. تذكرون في السيدات كانوا معكم الصراع الذي خاضه القوى التقدمية والوطنية حول المسألة الدستورية منذ فجر الاستقلال، وكان في مقدمة ذلك الحركة من